صباح مساء النور. مساء الفل، منورة بوجودكم. ألف سلام. أهلا وسهلا، الله يخليك، سعداء هلا حبيب جدا قلبي. سعداء جدا بمصافحتك الليلة صباح مباشرة من سوريا. أنت حاليا بسوريا صباح؟ أيوة بجرمانة. بجرمانة، صح. كيف هلا. الوضع؟ كيف الوضع غادي هناك؟ الحمد لله تمام، يعني إنه أحسن من قبل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. شنو إن شاء الله أخبارك ترجع فنيا؟ سوريا مثل ما كانت ونرجع لبلد الأمان سوريا هي. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. هذا اللي نتمنوه ونأملوه، إنه الوضع يتحسن بإذن الله وترجع الحياة إن شاء طبيعية. الله إن شاء الله. نعم، تسلم لي أنا يا رب. حبيت نسأل شنو أمورك فنيا؟ والله هلا جديد أغنية أمنتك، إن شاء الله 15 يوم بتكون بالأسواق، وعندي أغنية أسمر. نعم، هذوما ان شاء الله. فما اغنيه، انا هيك وصلني خبر انه فما اغنيه قريبا باش تكون جاهزه قريبا. أمنتك جاهزة إن شاء الله، صارت وقريبا بالسوق إن ان شاء الله، ان شاء الله توصلنا حصريا حتى نمررها إن شاء الله باذن الله. بإذن الله الصبحي حبيبي. انا اقترحت على صبحي، قلت له علاش مثال ما تعملش ديو مع صبا الوادي، بحكم انه اغاني الكل اللي غناهم يا اما صبحي يا اما اسماعيل، واحد من الاثنين. حتى صبحي عنده صوت جميل جدا، صبحي اللي ما سمعوش، انا سمعته صبحي صبحي. يعني كثير انا بحترمه طبعا، مشي عليه واستاذ اسماعيل اغا، استاذ خليك اهلا بك يا صبا، منورين. شكرا نورة بوجودك. شكرا، يعني تنجموا تحكوا فكرة معاها. حلوة، يعني فكرة حلوة هي، أنا بشرفني هذا الشيء بالعكس. يعيشك يعيشك، أهلا وسهلا. ونعرف أنه خاصة الفنان ديما ما يبقاش في مكان محدد، الفنان ديما حسب تنقلاته وحسب الحفلات والكل. احكوا لي على صوتك، من أجمل الأصوات معناها اللي حاليا، معناها احكوا لي مجموعة من الأصدقاء، احكوا لي على صوتك، وإن شاء الله إن شاء الله توصل الأغاني ونمررها الأغاني هذه حتى تتعرف أكثر صبا الوادي. إن شاء الله، وإن شاء الله بشرفني إنه بيوم من الأيام أطلع بلدي الثاني تونس. يعني أهلا أنا وسهلا، كثير بحترم تونس وأهل تونس. الله يخليك. خلي نشوفوا صبحي، صبحي شنو ممكن يحكي لنا على صبا الوادي الليلة؟ صبحي صبحي شنو تحكي لنا على صبا الوادي؟ شنو ممكن؟ استاذ نجيب، الله يسعد مساكي، كيفك صبا؟ الو، اي استاذ صبحي، هلا منور. شو اخبارك؟ طمنينا عنك. الحمد لله والله، كيفك انت؟ ان شاء الله بخير والله. نشكر الله، بتشكر الله يسلم لاهل الاردن. الله يسلمك، بتشكر راديو تونس على هاللمه الحلوه. يعيشك، هذا واجبنا، وانا سعيد جدا بمصافحتكم. طبعا شكرا كثير للاستاذ مجيد. يعيشك يا صبا، شكرا. هلا حبيبي. يعيشك، ان شاء الله طبعا. انا يا صبحي يا ريت تجمعهم في ديول الاثنين، انا ان شاء نتمنى. الله ان شاء الله ان شاء الله، في شغل قريب ان شاء الله. أنت تعرف طبقات الصوتية الخاصة بهم الاثنين، ويكون جيد جدا طبعا لو تتواصلوا. إن شاء الله. شكرا. كذلك أنه فما جديد الخاص بإسماعيل، إن شاء الله قريبا باش يكون جاهز جديد اللي خاص بصبا الوادي قريبا بإذن الله، وهذا جميل ويحسب طبعا للفنانين حتى تكون جولة مميزة إن شاء الله في الفترة القادمة مع الجمهور. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. نعم صبا، ما فكرتش تدخل غمار البرامج التلفزيونيه، ذا فويس، عرب ايدول، غيره من البرامج؟ يعني بصراحه حاليا لا. علاش علاش؟ يعني كثير بعيده هيك الفكره عني، لانه يعني انا اثبتت وجودي، فما في داعي انه اثبت وجودي ببرنامج. نعم، يعني انت في غنى عن البرنامج هكا؟ اي الحمد لله، يعني لا انا بحترم كل البرامج، بس انه انا موجوده، يعني انه ما في داعي اثبت وجودي. يعني اي جيد جيد جيد، حتى الثقة جميلة، كي الفنان ولا الفنان يكون عنده ثقة كبيرة في نفسه في صوته وإمكانياته يوصل بإذن الله مع الأعمال ويكثف من الأعمال حتى يوصل للجمهور، لأنه العمل أكيد لما بيكون الاختيار صح. أي. اختيار يوصل لقلب العالم، كلمات حلوة، ألحان جميلة، أكيد فورا أنه بيصل لقلب يعني المجتمع، انه الكلام من القلب للقلب. بس انه اذا بدنا نقول شو من كان او هيك، انه يعني رح نكون كثير بعاد. نعم. فالافضل انه دائما انه انا هيك يعني انه بختار كل شيء صح، و
بفكر كثير انه بتامل كثير وبعدين انه بختار الشيء اللي بناه. زيد اي انه مو فورا بختار شو من كان. الله يخليك، بس ابقي معايا طبعا لانه صبحي بعد شوية عنده طلعة على الركح، بعد شوية بس يغني صبحي والله انا اللخبطة اللي فيها صبحي واسماعيل الاثنين، لانه الاثنين من اصدقائي معناها. اسماعيل اسماعيل حبيبي يا مجيد، الله يخليك، نسمع منك حاجة في اللايف ولو في دقيقة ونخليك من بعد مع جمهورك. تحملت حكم القدر، تحملت ظلم البشر، تحملت حكم القدر، تحملت ظلم البشر، كافي ظلم أنا تعبت، كافي ظلم أنا متيت، ما شفت ساعتها أنا، كافي ظلم أني تبت، كافي ظلم أني متيت، ما شفت ساعتها أنا، ضاقت علي دنيتي وحدي عاين غربتي، والساعة أحسبها بسنة، آخ مكافي والله يا زمن، ضيعت أهلي والوطن، والساعة أحسبها بسنة. يا الله، هذا صوت إسماعيل أغا الليلة النجم السوري في لما على فيم. سمحني إسماعيل وصبحي لأني وخرتك يا إسماعيل على الصعود إلى الركح، وجمهورك في انتظارك، إن شاء الله تكون لنا إطلالة ثانية، وخلي لك كلمة الختام طبعا إن شاء الله. أنا أول شغلة بدي بشان أراضي صاحب المحل طبعا، أنا بوجه له تحية شكر خاص إلى مطعم وقصر البرج طبعا بإدارة الأخ العزيز غازي طعيمة أبو راشد، بوجه له تحية، وتحية للبرنامج الحلو اللي بقيادة البطل أستاذ مجيد حداد، أنا بوجه لك تحية، بوجه تحية لكل العاملين فيه طبعا، وبشكر الشعب التونسي الشقيق، وبشكر فنان الصبا الوادي بنت بلدي طبعا، وبوجه تحية إلى الفنان الكبير طبعا والغالي علينا، المفروض أنه كنت ألحقه يعني بس حكم وقتي، أنا بوجه له تحية الفنان جورج الراسي، تحية لكل مستمعينا، وطبعا بوجه تحية لأهلي وشعبي في سوريا الحبيب. الله يخليك، شكرا إسماعيل منور، ونلتقي إن شاء الله في موعد ثاني من خلالك. شكرا. نحيي طبعا للمايسترو صبحي عز الدين اللي أيضا نورنا بصوته الليلة، شكرا صبحي، شكرا لإسماعيل. خلي لي إياك، وأنا بوجه تحية أخيرة طبعا لأستاذ صبحي عز الدين، وبعد تحية هي آخر شيء سامحني أستاذ مجيد طبعا لصديقي الأخ حمزة محاميد طبعا اللي هو صاحب قناة مزاج بالأردن، أنا بوجه له تحية. نعم. أستاذ حمزة، أستاذ عبد الله طبعا، وصل يكون لنا تعاون قريبا ابتداء الأسبوع القادم. شكرا لكم، موفقين ليلة في سهرة الليلة، شكرا ميرسي. شكرا ميرسي. الله يخليك، شكرا يعيشك. باش نرجع للصبا الليلة، صبا مرحبا بك من جديد. مرحبا حياتي، الله يخليك يعيشك. أنا حبيت نسمع حاجة من عندك الليلة في اللايف صبا، نسمع صوتك. أوكي يلا. رسمتك عور من لون الربيع، خفت بالليل الفرق ضياني والضيع، رسمتك عور من لون الربيع، خفت بليل الفرقة ضياني والضيع، ومريت الليالي يا طول الليالي، وما رحت من بالي يا حبيبي. ايوه، هذا صوت صبا الوادي الليلة في لما على فيم، وتسمعها قريبا طبعا. انت عارف الموبايل انه ما بيطلع الصوت والشبكة وهيك. صحيح صحيح. لا لا، نعرف ومقدر طبعا الظروف، ونعرف انه وحاولت انه كتير انه اشغل السكايب، بتعرف انترنت عنا كتير سيء سوري يعني.
نعم واضح، وإن شاء الله طبعا قريبا يا صبا واحد مني أن يكون لنا لقاء مطول بإذن الله. خلي تهدى الأمور طبعا في سوريا، إن شاء الله وتكون إن شاء الله إذا كانت عندك تنقلات خارج سوريا أن يكون لنا إن لقاء شاء الله. مميز ويكون لا الأغاني هو جاهزين. أنا مبدئيا عايشة في لبنان وبجي زيارات على سوريا، أي ولأنه شغلي كلها حفلات، فإنه ماني ثابتة بمكان معين، إنه واضح عرفت علي؟ فهمت فهمت. إن شاء الله أول زيارة أول رجعة ليك اللبناني يكون لنا لقاء طبعا مطول وتكون نوعية الصوت أكثر وأحسن من هيك. بكون أفضل إنه أحسن، وأنا بالعكس بتشكر كثير على يا اللقاء حاج الحلو، بتشكر شعب تونس كثير غاليين على قلبنا، عايشك وتشرفت فيك أستاذ مجيد وبأهل تونس، الله يخليك، إن شاء الله منورة. تونس و وبلدي الثاني. شكرا شكرا يا غالية، شرفتيني الليلة بصوتك وبإطلالتك الليلة وتشرفيني إن شاء الله قريبا بإذن الله. واحد مني إن شاء يعيشك صباح. شكرا الله يعيشك، نتمنى لك سهرة طيبة ونلتقي على محبة بإذن الله. لأهل سوريا، إيه للبنان، دبي، الأردن، طبعا بتشكر الأستاذ صبحي، بتشكر كثير على اللفتة الحلوين. يعيشك الله يخليك، شكرا ونتمنى لك سهرة طيبة يا صباح. شكرا لك.